الحمد لله على السلامة عمر بيه، نورت سينا وأهل سينا. تفضل تفضل عمر بيه. تفضل يا معلم، ما تسيبك بقى من موضوع بيه ده. ازاي بس؟ زي الناس، ما انا قلت لك ان انا سبت الخدمة. مديح المقامات محفوظة برضو عمر بيه. يا مديح المقامات مش بالكلام، بس ما بتريد يا عمر. عمر بس ايوه كده يا ولدي. وين بوك؟ تفضل يا عمر، تفضل. سلام عليكم. سلام الله وبركاته. عمر صاحبي من مصر. سلام عليكم. يا هلا يا هلا. شيخ سراج شيخنا وكبيرنا ولد وخال زي اخويا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا عمر بيه. تفضل يا استاذ عمر. تفضل يا استاذ عمر جنبي. اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما نسنا من ابن الله يا استاذ عمر. من اقرب ناسها خالد. على فكره انت اسمك على اسم اخويا الصغير. احنا اخوات ان شاء الله. طبعا على راسي من فوق. تعالى ولدي. منور يا استاذ عمر. منور بناس ربنا يخليك. وش قهوتنا بقى؟ والله الحال زي بعضه يا حاج. ربنا يتولانا براحته. قهوة عربي ولدي. ده انا بحبها قوي على فكره. ان شاء الله ناوي تقعد معانا قد ايه؟ والله يا خالد حسب الجو. جونا جميل وسمانا صافيه لونها رباني وشمسنا تجيلها الخلق من كل الدنيا. انت هتقول لي ما انا عارف طبعا. انا لو عليا عايز اقعد هنا على طول ما امشيش. والله وعلى كلامك، بس انت ناوي وشوف ويش راح نسوي وياك. قد القول قد القول يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سليم وبركاته. يا مرحبا بسليم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. صاحب من مصر. اهلا وسهلا سليم خوي وفاتح مشروع صغير هنا في سينا حبيب. وصوته حلو متعنا بيه بالليل. انت اللي حلو يا عمنا. انت صاحبك حبيبك يبقى حبيبي وصاحبي خلاص. ربنا يخليك. يا مرحبا سليم. يا مرحبا يا مرحبا سليم. يا مرحبا يا هلا. نور يا باشا. ربنا يخليك. بقول لك يا شيخنا. اتفضل. هاخد عمر اقول له كلمتين. تفضل مكانك يا استاذ عمر. شكرا. السلام عليكم. باذن الله. باذن الله. تفضل يا سليم. تفضل مكان. تفضل يا سليم. تفضل. تفضل. انا عرفت ليش مريدني اقول لك يا عمر بيه. واديك مصر اهو لغايه دلوقتي تقول لي يا بيه برضه. مش قصدي والله يا حبايب، مش قصدي والله. انا عارف يا مديح ان الدنيا هنا واضحه ومكشوفه للكل. واكيد الناس اللي مشغلين امريكاني تحتيهم راصدين وجودي هنا، بس انا برضو شايف ان دي ميزه. كيف يعني؟ بص يا سيدي، احنا عايزين نوصل للناس دي ان انا موجود هنا لاي سبب غير اني ظابط جاي مارس شغلي. مجرد ظابط قرفان من شغله ومن الميري واتخنق وساب الدنيا كلها وجه على هنا، جه بقى عشان يغير حياته كلها. نوصلها لهم ازاي؟ نوصلها لهم بكلام مباشر. ماشي، ممكن نوصلها لهم بقى بطريقه تانية خالص. نغير شكل الحياه خالص، طريقه شغل، الشكل في كل حاجه تتغير. شبه زرع الجوازيس يعني. بالظبط. هيدا هيكون صعب قوي. ليه يا مديح؟ لازم وقت طويل، محتاج صبر، محتاج تكتيك صح. وهم ما هيسلموا بهذه الفكره الا لما يحطوك تحت اختبارات كتير. ما انا عارف. اكيد طبعا. عشان كده الحياة اللي لازم أعيشها لازم تكون مقنعة للكل. لازم يكون ليها علاقة بأي خبرة عندي كظابط تفيدني في الشغل اللي أنا هعمله. مش عادي ظابط يعني تحريات وإجراءات قانونية وحاجات من دي؟ لا مش بس كده، أنا كمان بعرف أسوق كويس قوي موتوسيكلات وعربيات. وإيش تسوي بالسواقة؟ ممكن أنظم مثلا حفلات سفاري. سفاري ما هو سواقة بس. ما أنا عارف، الباقي عليك أنت بقى يا معلم. ماشي، ولو انك كده هتقطع علينا بس نعمل الخير ونرميها البحر. على فكره انا كمان بعرف اغطس كويس قوي ومعايا رخصه غطس محترفين وبحب الصيد بالسنانير جدا. اعتبرني شاطر في كل حاجه يعني. ولا يهمك، كله تمام. كله تمام ماشي، بس اللي مش تمام بقى هو الكيان اللي ممكن اظهر بيه عشان اتوجد في الشغلانه دي. هادي عندك حق، ما ينفع تبتدي من الصفر لسببين. السوق بقى محدود قوي هالحين، ما حدا عارف هينفتح امتى، وهذا هيحطك في مشكلتين. الحرب اللي اكيد هتتحاربها من الجماعه اللي بيسووا نفس الشغلانه في هذه المنطقه من زمان، وهدول قدام
وما حيرضوا ان حدا يخش ياخد نصيبه في الشغل اللي هو اصلا بقى ضيق وعالجد. المشكله التانية والاهم انك ازاي تقنع الناس اللي انت جاي اصلا عشانهم. في منطق يقول ان حدا يجي يبدا شغل ويحط فلوس، المنطقه هذه بالصرفه الخربانه الحين، الا لو كان لي غرض تاني غير الاستمرار والمكسب. السؤال الاهم اللي عايز اساله لك، قديش قدراتك الماديه؟ يعني حابب تنضم لفريق مركز غطس سفاري ولا تحط فلوس؟ معرفش، انت شوف ايه الاحسن. احسن لك تحط فلوس. ما حدا هالايام ممكن يرفض الفلوس والامكانيات الزياده، وخصوصا لو هتخليه يقدم خدمات اوسع واحسن من غيره من غير ما يتكلف. انما انك تنضم لفريق عمل مكان جاهز، فهذه هيكون صعب. خلاص خلينا في موضوع الشراكه. تحب نبدا من امتى؟ معرفش، شوف انت. الليل ليل، انت تروح تريح، واني اكون قلبتها في دماغي، حطيت عيني على بابين او ثلاثه نقدر نخبط عليهم. ماشي، مفيش مشكله، بس انا محتاج الاقي سكه ضروري. خليني اشوف الريزورت اللي نزل فيه امريكاني اول ما جه سينا. ما في مشكله. بص يا عمر، انت تغطي ليلتك معنا هنا، وبعدين تروح تريح وتنام، ونبدا بكره من اول اليوم. والله ما عارف اقول لك يا مديح اللي انت بتعمله ده. لا تقول شيء، قول يا رب. يا رب. حصل معايا من زمان مش شوية يا عمر، واللي جاي تعمله هالحين مش هيفيدك انت بس، هيرجع لي كرامتي وحياتي اللي فضلت سنين طويلة تحت الدهديد لحد لما وصلت لأسوأ إحساس في الدنيا. بقيت ميت واني حي، لا عارف اتجوز ولا خالف ولا ابقى بني آدم زي بقية الناس. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة يا عمر بيه، بس وحياة أبوك يا شيخ، ما تجيبش سيرة بيتي تاني. حاضر يا عمر. نقرا الفاتحة. يلا بينا يا حبايب. على فين؟ عندي في البيت عشان ترتاح. الله، وأنت مساكن هنا ولا إيه؟ أهلا، أنا ساكن في العمار. مراتي مش عربوية، مالهاش في عيشة الخيام. بقول لك إيه يا حبايب، حابب تبيت هنا وأجي لك بكرة الصبح؟ هو ينفع؟ طبعا. يا ريت. يا ريت؟ هنا مفيش يا ريت، هنا أنت تؤمر وإحنا ننفذ. لا الله يخليك، أنا ما صدقت سبت موضوع الأوامر ده خالص. الأوامر هنا تفرق كتير. الأوامر هنا بتتنفس بالود والحب يا حبايب. أهو هو ده الكلام يا حبايب. طب ما تخليك مبيت معانا الليله دي بقى. لا لا لا، انا عشت سنين في العيشه دي، ما صدقت بقى لي حياه تانية وشكل تاني، وبعدين انا عريس جديد والبيت لي طعم تاني خالص. ماشي يا عم، اللي اعطاك يعطينا يا سيدي. يا خالد. تعال يا عم مديح. تعال. امال يا عمي. عمر ضيفك الليله دي. والله هذه اجمل هديه اعطيتها لنا، بنحط جوه عنينا وعلى راسنا من فوق. ربنا يخليك يا خلود. وي 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 وي، الله يخليك يا استاذ. ابغى اقول لك شيء، بلاش كلمه خلود هادي قدام الشيخ سراج، لحسن يتمجلسوا علي ويمسكوها لي طول الليل. يلا يا عمر، اروح انا انام وارتاح شويه واجي لك بكره من بدري. تصبح على خير يا خلود. حتى انت يا عم مديح، خلاص خلود لزقت فيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال يا خلود، تعال. صباح الخير. صباح النور. ممكن أدخل؟ تفضلي. خير يا صاحبي؟ خناقة جديدة ولا إيه؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ 8:30. يعني تفتكر ده طبيعي تهاجي تخنق فيه؟ نكمل حلقة بقى لما أنا أحضر لك الفطور.
فجاير من غير فطور ما ينفع. صباح الفل. صباح النور يا حبيب. انت كويس؟ جدا. عارف انا دايما بيجي لي كابوس ويقلق نومي، حتى لو ما جاز بصحى وانا مخنوق بره، زي ما يكون عندك صداع مزمن ولما يخف تحس انك انت مش طبيعي. بعد الشر عنك يا حبيب. بس الحمد لله شكله بعد، حاسس ان انا صاحي فايق كده واشعب عنه، رغم ان انا صرت لحد الفجر مع الناس. الحمد لله يا حبيب. الحمد لله. يلا بينا نفطر. يلا بينا. الو تلاعب؟ مين معايا؟ بص شمالك. هل شمالي؟ تعال. طب اقفل طيب ولا اعمل ايه؟ سلام عليكم. تعال. اركب يعني؟ اركب. سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ انت مين يا باشا؟ مش هتفرق كتير، المهم ان انا عايزك في مصلحة كويسة. مصلحة يا رايق؟ رباب. مالها رباب؟ تعب قلبنا شويتين وكنا عاوزينها تتلم، وعرفنا ان انت اللي هتعرف تلمها. انتوا مين يا باشا؟ قلت لك بتسأل كتير يا تلاعب. يا باشا مش بفهم الاول. ما انا بفهمك اهو، ما انا بفهمك. رباب تعب قلبنا شويتين وعاوزينها تتهد وتبعد عننا، ولو اتفقنا وعملت اللي اتفقنا عليه هنحليلك بقك بحتة بسبوسة كويسة. طب يا باشا اقول انا سامع. امسك الاول. ايه ده؟ دول 10,000. ايه؟ البسبوسة، ولو عملت اللي هقولك عليه هيجيلك قدهم. ست سبعة القشطة يعني. ثواني بس. 1,000. ايه؟ بص يا باشا قبل اي كلام، انا ماليش في الدم. اعوذ بالله، مين جاب سيره الدم؟ طبعا. تمام يا باشا. قول يا باشا انا سامعك. سامعك يا باشا. هو ده الريزورت؟ ايه هو؟ تعرف حد جوه يا مديح؟ اعرفهم كلهم، مسوي شغل معاهم من يوم ما فتح. تعرف مين جوه يعني؟ تريد مين بالظبط يا عمر؟ عايز حد تقيل في الاداره يقول لنا امريكاني لما وصل عمل ايه بالظبط؟ قعد مع مين؟ حجز قبل ما يجي ولا لما وصل؟ كانت ميتة الزيارة دي. الميعاد والتاريخ يعني؟ ايه تفرق كتير. طب ثواني. يوليو ساعة 1:00. تمام. أطلب منك حاجة تعملها. قول. تاخد عربية. تروح على القهوة هذه، استناني عايز على قد ما أقدر وأجي لك هناك. تمام. يلا اتكل على الله. قول يا رب. سجاير عريق؟ كويس ساندوتش ده الأول. انت عاوزة ايه بس بالظبط؟ عايزة أصالحك، عايزك ترجع البيت عشان نتخانق تاني. إن شاء الله مش هيحصل. بأمارة ايه؟ مفيش أي حاجة اتغيرت؟ لا في، جات لي فكرة كويسة. خير؟ بس انا هحاول اظبط موضوع خروجي وظهوري معاك ده، بس انت برضو لازم تيجي على نفسك شويه صغير. ازاي؟ ما تخرجش كتير يا سهى. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. انا ببقى راجع من الشغل تعبان، وجود العيال وجريهم وزعيقهم في كل حته ده بيبقى صعب عليا قوي، عشان كده ببقى عاوز اخرج.
دي اختي قاعده ماما في البيت لوحدها زي ما انت عارف. اتفقت معاها ان الولاد يخلصوا مذاكرتهم معايا ويروحوا يباتوا عندها ويطلعوا من عندها على المدرسه وبعدين يجوا لي، يعني قبل ما انت تخلص شغل هيكونوا هما مش موجودين، بس هيباتوا معانا خميس وجمعه. قلت ايه؟ وانت ظبطتي الكلام ده؟ اه، وهي بصت جدا، ده حتى ماما نفسها قالت لي خليهم معانا كمان في الويك اند، بس انا بصراحه ما مرضتش. لو عايزهم يباتوا هناك في الويك اند اوكي مفيش مشاكل. مش للدرجه دي يا سهى، انا مش وحش قوي كده ولا لي شيطان. كل ما فيها انا عاوز ابقى عايش زي اي راجل متجوز، بخرج مع مراتي برجع مع مراتي، محدش حاسبني، اعرفك على صحباتي وعلى صحابي، ما ابقاش قلقان من كل حاجه بنعملها. اوكي بديل، يلا كمل الفطار. يا باشا انا رايح حاجه من ساعه ما باجي غير القعده. خلاص لو مش عايزه تقعدي ارقصي اشربي حاجه. تسكر يا ذوق. خلاص اطلبي كاس واشربي معايا حاجه وانا يا ستي اللي هعزمك. يعني اطلب الويتر؟ اطلبي الويتر يا ويتر. معاك. مرسي يا ايه؟ مرسي على ايه؟ وبعدين ممكن بقى نبطل مرسي والحاجات دي؟ ممكن. دي بكره الشفت بتاعك بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. جميل. اشمعنى؟ اصل انا كمان الشفت بتاعي بالنهار، ف هعدي عليكي 8 نفطر مع بعض ونروح. ماشي. يا رب تكمل جميلها بقى. لا. انت عرفتي انا قصدي على ايه ولا هو لا وخلاص؟ لا عارف قصدك ان احنا نخرج بالليل. مش بس ايه كمان؟ نطلع السخن. عارف انه ما ينفعش، انا ما ينفعش ابات برا البيت. طب لو لغينا البيات؟ افكر. جميل. طيب بما انك بقى هتفكري فكري وانت عارفه كل التفاصيل. هاله والنمر ممكن يبقوا انترستد ويجوا معانا، يعني مش هنبقى لوحدنا. تمام. يعني هتيجي؟ قلت لك هفكر. طيب فكري بس ما تاخريش عليا. يلا باي، هشوفك بكره في الشغل. اوكي باي باي. انت ايه يا باشا اللي رماك على البت الواقعه دي بس؟ نفسي بقى. نفسك حلوه يا باشا. شيخة تنيلي ولا حلو ولا زفت. انا كنت عايز اعمل مع البنت دي خير بس طلعت فقرية، مبقاش في الطيب نصيب. بقولك يا باشا، هو انت ايه اللي ممسكك في النير يعني؟ انت بتقولي ان ابوك بسم الله ما شاء الله حاجة كبيرة قوي كده. انت عارفة ابويا عمل ايه عشان يوصل لكل اللي هو فيه ده؟ اكيد طبعا شيء وده. شيء واتزل واتهان ولحس البلاط ده بلسانه، كل ده عشان نوصل لكل اللي انت شايفاه ده. بس انا بقى كنت صغير ساعتها، عشان كده قررت ابقى ظابط لما اكبر، عشان مفيش اي كلب يعرف يذلني ولا يهني. كنت عايز اقولك على حاجه بس مستحكيش عليها. أنا أقدر يا باشا، ده أنت الهبة كلها. أنا أقدر. قول يا باشا قول. عرف أبويا ده؟ أنا كان نفسي أبويا ما يكبرش وما يبقاش غني، لأنه عمل كل الحاجات دي في مقابل إن هو اتذل وتهان. اتذل وتهان فين يا باشا؟ ما أنت بسم الله ما شاء الله حاجة كبيرة قوي في منصبك، بسم الله ما شاء الله ضابط كبير ومالو هدومك كده وجميل. الله، ايه يا باشا ما تقولش كده بس. صح، بس انا بقى طلعت كده خربان، خربان من جوه وخربان من بره، بايظ يعني. واهو بقيت زي ما انت شايفه كده. انت حلو زي الفل. انا بقول لك يا باشا انت في زيك، ده انا مبسوطه ان انا معاك يا باشا. يا شيخه تنيلي عليا النعمه، انت ما بتفهميش.
يا باشا متشكرين، ربنا يكرم اصلك. اصلي انت هيك بنت باصلي؟ لا يا باشا انا مش قصدي، انا هقول لك على حاجه، انا كنت قصدي اقول لك ان انا ما كنتش هقول الكلمه دي اصلا. يا امك ايه يا باشا؟ هو انت كمان عايزه تقولي كلام تاني؟ يا باشا انا غبيه، انا هبله، انا اللي انت عايزه. ما تزعلش، هدي نفسك بس. ماشي ماشي جربانه. ماشي يا باشا جربانه، بس ما تزعلش نفسك كده واهدى. اجيب لك سيجاره؟ هجيب لك سيجاره. خد يا باشا اشرب ولع كده واتبسط، مفيش حاجه تضايقك. اتفضل خد يا باشا. ايوه كده كده تمام. ماشي. يا لز راحت فين؟ ايه يا باشا حضرتك اهي، خد يا باشا. لا يا باشا انا كده تمام. لا يا روح امك هتشربي. يا باشا اصلا عايز اقول لك ان انا لازم امشي عشان في ناس مستنياني في البيت، وبعدين البلد دلوقتي بقت حالتها وحشه قوي وجاي الجو بقى وكده، فلازم امشي بدري، الوقت اتاخر حتى. معلش خفيش وقصري بعربيتي. لا يا باشا ما ينفعش، اصلا ساكنه في منطقه كده يعني ما ينفعش حد يروح فيها، وكمان الناس بتفضل سهرانه لحد الصبح، فلو شافوا عربيه غريبه هيسالوني مين وكده، انت فاهم بقى. ناس مين يا بت؟ طب انت خلي كده، اي كلب من دول يعمل اي حاجه، وشوف انا بقى هعمل ايه. يا باشا هقول لك على حاجه، ما حدش يقدر يقول حاجه والله العظيم، بس انا مش هينفع اركب عربيه غريبه، وكمان اقول لك انا مش عايزه حاجه، لو هترديني بحاجة ناوي ماشي، لو مش ترديني خلاص همشي. تمشي فين يا روح امك؟ وانت يا بنت فاكرة ان دخول الحمام زي خروجه؟ يا باشا بلا باشا بلا زفت. بص هقولك، انت ما تمشيش من هنا الا بمزاجي، وقت ما انا احب افتح لك الباب اللي هناك ده تروحي منه، غير كده انسي. ماشي باشا باشا، والله ما عايزه حاجه. بص انا كده مرضيه ويومي كده فل وعشرة، خلينا امشي وان شاء الله نعوضي. فل يا روح امك. لا يا باشا والنبي، بقول لك ايه باشا والنبي، جرايه يا بت، جرايه يا بت، جرايه يا بت. حلوه قوي يا حنان، طلعنا في الشغل. بس بصراحه تستاهل بجد، يعني مفيش مساحات متهدره ولا عواميد ملهاش لازمه. حقيقي مبروك. الله يبارك فيكي. قولي لي بقى انت ممكن تعملي ايه في كل الحاجات اللي عجباكي دي؟ قولي لي انت حابه ايه، ايه السهل اللي تحبي تعيشي فيه؟ انا عايزه حاجات كتير قد كده. اه عايزاها تكون مودرن قوي، وعايزاها ما تكونش فيها عفش كتير، والالوان برضو ما تكونش كتير، وماليش دعوه، ولازم تعملي كل الحاجات اللي انا بحبها. كفايه. حاضر حاضر. لو تتجوزي امتى؟ مش قبل سنه. مش قبل سنه فعلا؟ ليه انت محتاجه وقت قد ايه؟ اكيد مش سنه. الحمد لله. سنتين. حرام عليك وقعتي يا قلبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حنان؟ انا محتاجه بس انظم مواعيد الشغل مع المكتب وهنا هو، علشان مفيش حاجه تركب على بعض. ما تخافيش ان شاء الله مفيش اي حاجه هتركب على بعض. ساكت ليه يا سامر؟ انا مش ساكت، بس ماليش في اتفاقات الستات، انتوا اتصرفوا مع بعض. ولا ليك في اتفاقات الغدا كمان ولا ايه؟ لا لو غدا يا حنان انت عارفاني اغير رايي في ثانيه. لا غدا يا جماعه انا لازم اجري. لا كلنا هنجري بس بعد الغدا، انا خلاص اوريدي جاهزه وفي مطعم قريب قوي من جنب البيت. لا يا حنان بليز ماليش خليها وقت تاني. لا لا عشان خاطري مش هتفرق وقت تاني من دلوقتي. خلاص بقى يا علياء هتعزم. خلاص بقى يا علياء هتعزم. مش هنتاخر؟ مش هنتاخر. هناكل ايه؟ انت عايز تاكلي ايه؟ مكرونه وكبده. صح كده. طب اتفضلي مكرونه وكبده. يلا بينا يلا. اختار هناك. خش يا سالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جبت الدواء؟ اه الحمد لله. قومي يا بود، قومي يا اختي خدي الدواء، قومي سالك جابه اهو. مش عايزه اخد حاجه، سيبوني لوحدي، مش عايزه اكلم حد. يا بود ما ينفعش كده، قومي بقى اما نشوف وشك اللي اتشلفط على الاخر ده. الله يخرب بيت اللي شلفطه. يا بقى سيبوني لوحدي، مش عايزه اكلم حد، سيبوني. خلاص 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 يا مرفت، سيبيها ترتاح النهارده، الحمد لله انها جت على قد كده، قدر ولطف. وانت يا بودة ارتاحي ارتاحي،
بكره ان شاء الله هيبقى لينا كلام تاني. يا ولدي تعال كبيتين شاي، معلقه سكر لعمر بيه، وثمان معالق ليان. حاضر. انتهيت. بتعمل حاجه موجوده من زمان وعامله ارضيه شغل حلو في المنطقه، وما حدا يقدر يعلم عليك. طب انت اديتهم فكره؟ جشت نبضهم. على فكره انت عارفهم من قبل. فين؟ يوم ما جيت المخيم يا حبيب، الشاب اللي صوته حلو ومرضه. الناس دي لذيذه قوي. دول مترجعين. انت مش عايز تفصل عن الدنيا؟ اهو سليم ورانا دول هيخلوك اخر فصلان. طب احنا المفروض نقابلهم امتى بقى؟ ولا يهمك، يعني نخلص فطار نشرب كوبايه الشاي ونتكل على الله. هما موجودين في التقفيصه طول النهار. التقفيصه؟ حلو برضو اسم التقفيصه ده. مش بقول لك مترجعين. الشاي يا ولدي. بس اهنوه يا حبيب اهنوه. هذه التقفيصة، التقفيصة هذه ليها حكاية كبيرة، تعال احكيها لك. سليم كان متجارها من المحافظة، الرملة هذا كلها تبعه واللسان هذا بيخدمه. لما كان في سياحة كان في ناس كتير واغنية، بس هنعمل ايه؟ جت قيمتها منين بقى؟ انها جار اهم ريزورت في سينا كلها. اهلا 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 شيخ العرب، صباح الفل يا مولانا. السلام عليكم يا سليم. مرحبا بك يا ولد عمي. ازيك يا حبيب؟ صباح الفل، عامل ايه؟ عمر سلطان. طبعا طبعا اتعرفت على بعض في المخيم. طبعا. ازيك يا عمر؟ ايه الاخبار؟ اقعدوا 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 اقعدوا. يا عم عمر، ما قلتليش بقى رايك في سينا، عجبتك ولا؟ ايه اللي عجبتني؟ جدا طبعا. سينا دي كل ما تقعد فيها اكتر كل ما تحبها اكتر. اكيد طبعا، الجواب بيبان من عنوانها. الله يخليك يا عمنا. كفايه ان انتوا فيها بس. على راس عمنا. يا ساندي. ايوه يا سالي. خدي. بقول لك يا سليم، عمر سلطان هيقعد معانا احنا. يا باشا على راسنا من فوق. نور يا عمر. ربنا يخليك يا مدينه. ايه ما تشوف الجماعه يشربوا ايه بقى؟ هاي. اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ انتوا عندكم ايه؟ ايه يا عم عمر، انت هتتشرط من اولها؟ الله، ما هي اللي بتسال. لا ما هي السؤال كده لزوم الشغل، لكن مشاريب على كيف البوس. خدت بالك من البوس دي؟ ماشي يا بوس، سوق انت بقى. خلاص تشربوا ايه بقى؟ تشربوا عصير. ده سؤال ولا جرى شكل؟ لا يا باشا، المره دي بصراحه سؤال. خلاص عصير شغال. خلاص يبقى ثلاثه عصير التقفيصه للجماعه. تمام. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ قول للمشرف معتز بقى يظبط الاداء وخلي يموده كده ظريف وينعلش ويفرفش، عشان الناس اول مره يجوا لنا، مش عايزين مناظر. سيبهولي انا هظبطه لك. انت عليك ايه؟ هو ايه علاقه الفرفشه بالعصير؟ اقول لك انا بقى، الشيف بتاعنا ده بصراحه شاطر، مفيش كلام، انما عنده مشكله كده ازليه من ساعه ما جالنا هنا، موده بيفرق في كل حاجة بيعملها. إيه علاقة المود بالموضوع ده؟ وإيه اللي بوظ مود حد هنا؟ ده عشان أنت بس جاي جديد هالحين، مش شايف غير السما الصافية والأرض الحلوة والحاجات الحلوة دي كلها. إيه بقى اللي ممكن يقدر مودك في وسط كل الحاجات دي؟ الهم. إنك تبقى قاعد بعيد عن المشاكل وفي سلام وأمان، وتيجي لحد عندك من غير ما تعمل أي حاجة، من ناس تليك دعوة بيهم ولا تعرفهم. ايه يا عم مديح؟ هتطفش الراجل؟ ما تروق يا جدع، لسه بقول يا هادي. مش قصدي والله، بس المكان صعبان علي، انت عارف ان انا مش من هنا، جيت في الاول مشغول، سبت بيتي واهلي وناسي ودنيتي وجيت، ما كنتش عارف حتى اعيش ازاي، بس عشت وشفت وتعلمت، بقى ليا وجود. تعرف انا ما بقتش احس انني غريب انا هنا. عارف يا سليم، من فتره نزلت مصر اشوف اهلي، ابوي وامي واخواني. ابوي قاعد معاي وقال لي عايز نرجع واروح. اول مره احس انه ما كانش بيقولها عادي، كان نفسه فيها بجد. اول مره احس اني مستحيل اعمل كده، ما بقتش قادر اعيش في الزحمه اللي هناك. الناس هناك بتتخانق مع بعض وبس، خناق للخناق، زحمه للزحمه، السمر ماضي. وبالليل تعاني على الليل، تبقى ماشي مرعوب من اي حد يعدي جنبك وخايف منه من غير ما تعرف سبب خوفك ايه. ساعتها اتاكدت اني بقيت من هنا بجد، كياني كله بقى هنا.
بيتي واهلي ومرتي هنو، كل حاجه هنو. ما جيتش طالق نفسي يا، كله كان باختياري، باختياري انا يا عمر. عارف اي حد بيتعب ويوجع بحس ان انا منه، بحس ان انا اللي تعبان ووجعت. انا اخترت سينا بارادتي، مش زي عرب سينا، شبه اللي بيختار دينا باختياره، واللي بيعوز عايزه ليه، اللي بيختار بيبقى تعب كتير من قبل، وساعات بيبقى اختياره احسن من اللي اتولد لقى نفسه كده. انت فيلم يا معلم. والله يا عمر مش فيلم، اللي بيتكلم فيه ده كله حقيقه. انت عارف الشيف بتاعنا ده لسه بحكي لك عنه ده؟ هو ده واد طيب غلبان صعيدي ملوش في اي حاجه، بس من ساعه ما جالنا هنا وهو عايش في رعب، ومعيشنا كلنا معاه في الرعب ده. اتفاجئنا بقى انه عليه طار بالوراثه يعني. الواد ساب الدنيا كلها بعد ما اشتغل وراح واتعلم ورجع اشتغل في بلدهم في فندق 5 نجوم وحياته زي الفل. فجاه اول ما جه عليه دور في الطار هرب طفش، ساب الدنيا كلها، ساب الجمل بما حمل، جالنا احنا هنا بقى على سينا. ده وهم يا معلم، هو لسه عايش في الجو ده؟ يا باشا موجود والله، ما هو اهو وبعتز الشيف بتاعنا موجود. انا عايز اشوفه. هتشوفه. طب ما تنده له. ينادي مين؟ معتز هذا ما بيخرج من المطبخ الا على اوضته وما يخرجش الا بالليل. اقول لك على شيء يضحكك، معتز بقاله 5 سنين في سينا ما نزل البحر. لا يا راجل ده مرعوب. فرجوني على التقفيصه وروني طريق معتز ده. يلا بينا. يا معتز، معتز، هو فين الطباخ ولد الفرتوس اللي خبص الخبصه السوداء اللي هتوكلها لنا دي؟ انت مين يا واد عمي؟ يا مين تلاتة لو لقيته لا طخه. يا عم حقك على راسي، بس قول لي انت مين وجاي من انهي ناحيه؟ الله يبارك لك. انا اتخيلت بيك فين، اتخيلت بيك فين، اتخيلت بيا كيف؟ اه انت معتز. ايوه معتز، ولد ابو معتز من حدانه من اسيوط، الطباخ اللي هيخبص في اللوكندات الكبيره. لقيتك يا معتز وهطخك يا معتز. لقيتوني. لقيتك يا معتز. خد 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 خد. طب خلاص 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 يا معلم، انا بهزر معاك والله، انا لا اعرفك ولا عمري شفتك قبل كده. يا ابني يا ابني، ده عمر شريكنا الجديد في التقفيصه. اقطع ابوك. عمر مين؟ شريك جديد في التقفيصه، وبعدين ده كان ظابط، يعني محدش هيقدر يجي جنبك تاني. ظابط؟ قول وربنا مجلش مجلش. ربنا ظابط، والعيش والملح يا عم ظابط. واقول لك على حاجه، من هنا ورايح اللي هيزعلك انا اللي هطخه بيدي. اقول لك على حاجه تاني، العصير اللي انت عملته دي انا لسه ما شربتش منه، بس على الطلاق ده احلى عصير شفته في حياتي. بتعمله كيف ده؟ اعمله كيف؟ عايزني اقول لك سر التوكتيل اياك؟ والله في سماء، الله في سماء، لو لوا شوف لوا لا اقول له. شفت يا حبايب، ما يجيبها الا ظباطها. ومش لوا على فكرة، وهو الوحيد اللي قدر يخرجك من المطبخ. تتناوز على اخوك يا واد عمي. معلش بقى والله، على فكرة الراجل الشرير ده هو اللي فتن عليك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سليم، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا عم بقى، القافية حكمت الله. روق كده بقى، خلي الأكل يطلع حلو بدل الخبصة السوداء اللي عم تخبصها بقالك 3 أيام دي. يا جدع روق. خير يا نيلي؟ مستر كومي، في واحد مستني حضرتك بره. واحد مين يعني؟ اسمه ايه؟ بيقول اسمه سالك. نعم يا اختي؟ سالك. سالك ازاي يعني؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده يا ابني؟ داخل كده لاحم ولا دستور؟ انا اخش زي ما انا عايز وقت ما انا عايز وبالطريقه اللي تكيفني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نيلي. نعم. اطلبي له الامن. حاضر. اطلبي الامن يا نيلي. لا 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 لا، ايه يا ابني ده؟ اطلبي بقى الامن عشان الدبيحه هتتوزع على الغلابه. بسم الله الله اكبر. الله اكبر. Thank you.
We'll be right back.